اليو ديانج عنده لاعب مصري يفتكره دلوقتي او قبل كده شايفه من افضل اللعيبه اللي اتفرج عليها سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي او في الدوري المصري بشكل عام؟ بتكلم على في كل مراحلك العمريه، مش بتكلم في التوقيت الحالي. مين في دماغك ممكن يكون افضل لاعب مصري انت شفته او حبيته او شايف ان هو لاعب مميز بالنسبه لك؟ Quand je vois les matchs et quand je vois la prestation de أنا اللاعب اللي يعني فاجئني هو حارس المرمى محمد الشناوي اللي يعني بيتصدى لجميع الكرات، لاعب يستحق تحية كبيرة، وعشان كده هو اللاعب اللي أنا يعني أعتقد إن هو الأفضل.